مدينة العاصمة السنغالية داكار الاجتماع الإقليمي الذي جمع وزراء الصحة بدول المجموعة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية. وضمن وزراء الدول الإفريقية كان وزير الصحة التشادي عزيز محمد صالح الذي أبان بأن منظمة الصحة العالمية شريك أساسي للبلاد وإنها تسعى لتقليل معاناة الشعب بتوفير العناية الصحية اللازمة وفقا لنظرة الحكومة التنموية. وقد تناولت المجموعة قضايا الصحة العامة من ضمنها القضاء على الملاريا وتقديم التقارير المتعلقة بمشاريع منظمة الصحة في كل دول المجموعة وكذا وضع خطة عمل والبحث عن الحلول لمشكلات الصحة بإفريقيا. كما تحدث المشاركين عن استعدادات قادة الدول المشاركة في الاجتماع عالي المستوى لمنظمة الأمم المتحدة والذي سيدور حول السل والأمراض المعدية، حيث ينعقد هذا الاجتماع في 26 وحتى 27 من سبتمبر، علما بأن الجمعية الإقليمية القادمة ستعقد في برازافيل عاصمة الكونغو.